لذلك مسبقا أقول سأحاول، لا أعطي وعدا، ولكن سأحاول قدر جهدي أن أختصر الدورة في 15 محاضرة. أسأل الله قبل 9 من محرم نكون قد انتهينا منها إن شاء الله تعالى. إذا ما استطعنا فنحتاج إلى أسبوع آخر إن شاء الله. النقطة هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لا أريد أن أعيد وأكرر تلك المطالب التي قلناها في مقدمة الحديث عن تاريخ أصول الفقه الشيعي فيما يتعلق بأهمية تاريخ العلم، وما معنى تاريخ العلم، وما هي ضرورة تاريخ العلم، الحاجة إلى دراسة تاريخ العلوم وتطور النظريات. أعتقد أن بإمكان الإخوة أن يرجعوا إلى ما قلناه في تلك الدورة وما أحلنا عليه هناك، بالإمكان أن يعطي تصورا كافيا فيما أعتقد. لذلك لا نعيد ولا نكرر ونحيل إلى ما كنا قد قلناه في العام الماضي. المقدمة الثالثة، لماذا أصول الفقه السني؟ ربما بعض الإخوة لا يعجبه أن أو لا يرتاح أو يستغرب أو يتساءل، وهذا حق طبيعي، عن جدوى وعن فائدة وعن ضرورة الحديث والبحث عن تاريخ أصول الفقه السني بالنسبة لنا نحن طلاب العلوم الدينية في الحوزة العلمية الشيعية. ما هي الفائدة؟ ونحن يكفينا كل تلك الكتب الأصولية الشيعية التي تكاد لا تعد ولا تحصى، وما هي الضرورة لاستعراض هذا المشهد التاريخي الأصولي عند أهل السنة؟ أنا باختصار شديد أشير إلى بعض المبررات التي تسمح بأن نفرز بحثا خاصا في تاريخ أصول الفقه السني. المبرر الأول، إن دراسة تاريخ أصول الفقه السني يجعلنا نستكمل الصورة التي كنا قد شرعنا بها في تاريخ أصول الفقه الشيعي. لا يمكن في تاريخ المسلمين أن تفصل العلوم عن بعضها البعض، لا يوجد علم استقل به الشيعة وكان منفصلا تماما الانفصال عن السنة، ولا يوجد علم استقل به السنة وكان منفصلا تماما الانفصال عن الشيعة إلا ما شد وندر، سيما في مثل علم أصول الفقه الذي هو علم منهجي وأساسي يستخدمه جميع المسلمين. وسوف نرى إن شاء الله في هذه الدورة كم أنكم ستفاجئون حينما تجدون أوجه التشابه بين هذين العلمين عند السنة وعند الشيعة، حتى كأنك أحيانا تكاد تعتقد بأن هناك من استنسخ كتابا هنا أو استنسخ كتابا هناك، هذا عن ذاك وذاك عن هذا بشدة تشابههما وتقاربهما من بعضهم البعض، لا أقل في بعض الفترات الزمنية، يعني ما قبل عصر الانفصال وبالتحديد القرن الثامن للهجرة. إذن لابد أن نستكمل المشهد، أصول الفقه الإسلامي لابد أن يستكمل مشهده، حتى فهم أصول الفقه الشيعي لابد أن يستكمل المشهد فيه عبر دراسة أصول الفقه السني وفهم ما حدث على تلك الجهة من العالم الإسلامي. هذه أعتقد بأنها ضرورة أولى أو مبرر أول. مبرر ثاني، هناك عبر التاريخ كما سنرى إن شاء الله تعالى تأثيرات متبادلة. الشيعة في بعض الحقب الزمنية أثروا في أصول فقه السنة تأثيرات حقيقية وليست تأثيرات شكلية، والسنة أيضا في بعض الحقب الزمنية أثروا في أصول الفقه الشيعي تأثيرات حقيقية وجادة، وسيتبين لنا ذلك في إطار الدروس التي ستأتي إن شاء الله تعالى. إذن أنا لا يمكنني أن أفهم أصول الفقه السني لوحده دون أن أفهم أصول الفقه الشيعي وأرصد تطوراته التاريخية، لأن أصول الفقه الشيعي ساهم في الإعداد لأصول الفقه السني، وكذلك العكس. لا يمكن أن أفهم أصول الفقه الشيعي فهما تاريخيا إلا أن أفهم أصول الفقه السني أيضا فهما تاريخيا، لأن أصول الفقه السني ساهم بشكل أو بآخر في تكوين أو إعداد أو تنضيج أو المساهمة في خلق حالة ركود أحيانا في أصول الفقه الشيعي. إذن يوجد حالة تأثير متبادلة أو ما نسميها لذنا نسميها اليوم العلاقة الجدلية، ليس منفصلين لا يتأثران ببعضهما، وليس أيضا متخارجين لا يؤثران في بعضهما البعض، فلكي تفهم أحدهما لابد أن تفهم الآخر. هذا مبرر ثاني لكي ندرس أصول الفقه السني من زاوية تاريخية. مبرر ثالث، وهذا مبرر ينتج عن قناعة مسبقة، العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله تعالى كان لديه مقولة دافع عنها مرارا وتكرارا،
وهي مقولة اجتهاد إسلامي. اليوم إذا ذهبت إلى بعض الموسوعات الفقهية مثل الموسوعة الكويتية، الموسوعة الإسلامية الفقهية التي أعدت في الكويت حدود 40 مجلد يزيد أيضا، تجد فقط المذاهب الأربعة، وكأن المذهب الجعفري ليس من الإسلام، كأنه لا يوجد فقه إسلامي اسمه المذهب الجعفري. كذلك ربما تجد بعض النشاطات الفقهية الشيعية التي تتحدث عن فقه إسلامي بهذا العنوان، وكأنه لا وجود لفقه إسلامي إلا فقط عند الشيعة أو عند الإمامية الاثنى عشرية بتعبير أدق، كأنه لا يوجد فقه زيدي متأثر بالحنفية، ولا يوجد فقه إسماعيلي وما شابه ذلك. إذن إذا اعتقدنا، وهذا برهنت هذا الاعتقاد أو الاستدلال عليه موكول إلى مكان آخر، إذا اعتقدنا بأنه لا بد أن يكون المجتهد مجتهد على المذاهب الإسلامية، بمعنى أنه لا بد له قبل أن يحسم موقفه في مسألة ما من أن يطلع على آراء المذاهب الإسلامية في هذا الموقف، وأدلة المذاهب الإسلامية في هذا الموقف، وأحاديث المذاهب الإسلامية في هذا الموقف. إذا قلنا ذلك فإذا من الضروري أن ندرس أصول فقه السنة. يعني اليوم أنت تريد أن تتكلم عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أو تريد أن تتكلم عن مخصص المنفصل، هل المخصص المنفصل ممكن أو ليس بممكن؟ كيف يمكنك الآن أن تصل إلى نتيجة وتتجاهل كل تلك الجهود التي بذلتها مذاهب إسلامية أخرى عبر مئات من السنين تتحدث عن هذا الموضوع؟ في النهاية يجب أن يكون هناك شيء ولو مقدار خجول من الإطلالة والتعرف على ما يعني تم الحديث عنه في تلك الأوساط الفكرية الإسلامية. الآن أنت في باب الاستصحاب، أترك الاستصحاب شوي في بعض الخصوصية، في باب التعارض. اليوم نحن في أصول الفقه الشيعي تحدثنا نحجنا نظرية متكاملة في التعارض، وهي من النظريات القوية والمتينة، لا نقاش في ذلك. لكن أليس من المنطقي حينما أنسج نظرية في باب التعارض أن أكون قد عرفت ما ساهمه العلماء المسلمون عبر مئات من السنين ممن هم خارج إطار مذهبي الخاص؟ لقد تكلموا كثيرا عن التعارض، وألفوا كتبا مستقلة أصلا عن التعارض، فكيف يحق لي أن أحسم موقفا ما وأنا لم أطلع على جهود قسم كبير من المسلمين عبر مئات السنين في موضوع حساس من هذا القبيل؟ هذا مثل واحد يتكلم في الفلسفة يقول أنا فيلسوف وفي نفس الوقت لا يدرس إلا الفلسفة الصدرائية، في نوع من البارادوكسيكال كما يقولون، في نوع من التناقض الذاتي، لأن الفلسفة لا تعرف التحيز، فكيف تكون فيلسوفا وأنت لم تطلع على فلسفات أغلب الناس؟ إذن حتى أكون أصوليا بما للكلمة من معنى، حتى أدرس أصول الفقه بما للكلمة من معنى، يجب علي أن أطل. إذا كنت أعتقد بشيء من الأمانة والموضوعية ولا أستهزئ بفكر الآخر، يجب علي أن أطل بعض الشيء على الأقل يا أخي على ما بذله علماء المسلمون الآخرون. لا أريد أن أقول ما بذلوه حق، فهذا بحث منقول إلى محله، لكن قد بذلوا شيئا، وما يتصور في أوساطنا من أنهم لا يفهمون شيئا، أو يتصور في أوساطهم من أنه ليس عندنا لا مؤلفات ولا أحاديث ولا علماء ولا مصنفات، شيء اليوم بات في عداد الأوهام والخرافات بعد تطور المعلوماتية الذي حصل. فإذا حتى يكون عندي اجتهاد إسلامي قادر على أن يستوعب تمام النظريات يؤصل على مستوى كل الآراء التي بذلت حتى الآن، لابد أن يكون عندي إطلالة على المدارس الأصولية الأخرى ولو بالحد الأدنى من هذه الإطلالة لتكوين اجتهاد إسلامي. نعم النتيجة فلتكن على وفق أصولك العقائدية، لا مشكلة، النتيجة فلتكن على وفق أصولك الخاصة، ما في مشكلة، لكن نحن نتكلم في المقدمات الإعدادية ولا نتكلم في النتيجة. نحن لا نريد أن ندرس هذا الأصول أو ذاك الأصول معترفين مسبقا بحقانيته، إنما نريد أن ندرسه كي يساعدنا بشكل أو بآخر عبر عملية الجدل والأخذ والرد في التوصل إلى معطيات أكثر نضجا وأكثر سعة أيضا. هذا فيما أعتقد مبرر ثاني. مبرر رابع سوف يتضح معنا، وقد أشرنا إلى هذه النقطة في بداية الدورة الماضية أو القسم الأول من هذه الدورة، أن بعض النظريات الشيعية نفسها لا يمكنك أن تفهمها فهما تاريخيا، نحن نتكلم لا يمكنك أن تفهمها فهما تاريخيا إلا أن تفهم ما حصل في الوسط السني. أصلا لا يمكنك أن نظرية خاصة، لا يمكن أن تعرف معنى هذه النظرية، ملابسات ظهور هذه النظرية، المكونات الأساسية لهذه النظرية. طبعا بعض النظريات
إلا أن تعرف ما هو الذي كان قد وقع في المشهد السني في ذاك الطرف، لأن هناك كما أشرت علاقة متبادلة. ففهم نظرية ما ليس فقط الصورة الكلية عن أصول الفقه، فهم نظرية ما أيضا يساعد عليه دراسة أصول الفقه السني لا سيما من زاوية تاريخية. مبرر أخير أذكره وسوف تجدونه أيضا تلمسونه في إطار هذه الدروس القادمة إن شاء الله تعالى، أننا نعاني من تصورات مغلوطة عن بعض النظريات الموجودة في أصول الفقه السني. لماذا؟ سبب واحد، وهو أننا قرأنا هذه النظريات في شكلها القديم، ونحن ما عم نواكب ما يحدث، قرأناها في شكلها الذي يعود للقرن الثالث الهجري أو الرابع الهجري. وأين قرأناها؟ قرأناها في كتب علمائنا، ربما لم نقرأها في كتب علمائنا، مثل القياس. القياس اليوم بعضنا يجيب عن القياس، عن أي قياس يجيب؟ عن القياس الحنفي الذي يعود إلى القرون الأربعة الهجرية الأولى، ولا يعرف أن القياس قد تطور تطورا كبيرا جدا فيما بعد، وصار له أشكال أخرى من المفترض أن تطلع عليها لكي تنقدها نقدا موسعا إذا كنت لا تعتقد بها. نفس الشيء أيضا فيما يتعلق بمقاصد الشريعة، لأننا لا نعرف، نعرف فقط الصور المبسطة عن هذه النظرية مع الشاطبي، لا نعرف أن هذه النظرية طرأت عليها تحولات، وأنه ربما تلك الثغرات التي نحن نراها اليوم في كتاب الموافقات قد جاء من سدها في القرن الأخير أو في القرنين الأخيرين. إذن فلا بد أن يكون هناك اطلاع على التطور التاريخي لنظريات أصول الفقه السني، حتى لا نبقى في إطار أخذنا أو ردنا لهذه النظريات مع الشكل القديم لها. يجب أن نواكب أشكالها الجديدة، لكي إذا جلست هذا مثل واحد يريد يتحاور مع شخص، الآن أنت تتصور، وهذا يحصل حتى عند السنة كثيرا ويوجب ضحك الشيعي مثلا أحيانا، أنه يأتي فيناقشك في قضية وتقول له أنت الآن تناقش في قضية، الصورة للقضية التي تناقشها تعود إلى القرن الرابع الهجري، اليوم العلماء طوروها وأجاوا عن كل هذه الإشكالية التي تتكلم عنها وسدوا ثغراتها وبنوا فوقها بناءات، وأنت ما زلت تظن بأن الفكر الشيعي يعتقد بهذه النظرية بشكلها الذي يرجع العصر الصدوق أو العصر المفيد فقط. حتى لا نتورط نحن فيما تورط به الآخرون عندما يناقشوننا ونلمس ذلك منهم، إذن لابد أن نصل تطورات نظرياتهم عبر الزمن. فإذا أعتقد لهذه المبررات الأربعة أو الخمسة من الضروري لنا أن نطل على المشهد التاريخي لأصول الفقه السني حتى يكون واضحا وبينا. هذه مقدمة ثالثة. مقدمة رابعة، بداية قبل أن نبدأ بهذه الدورة ألفت نظر الإخوة إلى إمكان أن يتبنوا في رسائلهم الجامعية أو الحوزوية شيء يتعلق بتاريخ أصول الفقه السني. أعتقد بأن هناك، سيأتي إن شاء الله، بأن هناك شحا هائلا في دراساتنا الجامعية الشيعية والحوزوية تتعلق بأصول الفقه السني. فإذا أثرينا هذه الجبهة تزيناها أكثر فأكثر، سوف تصبح معلوماتنا وما نملكه من اطلاعات عن هذا الأصول أكبر. نحن الآن لا نملك حتى أعداد ضئيلة جدا من الرسائل الجامعية والحوزوية التي تتعلق بقضايا ملفات أصول فقه السنة. أنا أقترح على الأخوة يلتفتوا، إذا واحد أحد، مجرد اقتراح، إذا أحد واحد يأخذ نظرية معينة عن أصول فقه السنة ويرصد تاريخها ثم يقارنها بأصول فقه الشيعي، هذا شيء مهم جدا وهذا شيء مفيد، يزيد معلومات، يزيد اطلاعنا ويزيد في حجم الدراسات المقارنة في أوساطنا. هذا مجرد اقتراح اقترحه لعل بعض الأخوة يلتفتون إليه، لأنني الآن بعد قليل سوف أذكر بعض الكتب لتعد مصادر أساسية لهذا الموضوع لتاريخ أصول الفقه السني، ربما يكون تدوينها مفيدا لمن أراد أن يكتب في هذا المجال.